تحياتي المغاربة كلهم داخل الوطن وخارج الوطن، احتراماتي لكلهم الناس اللي سيد ربي خلق في هذه الدنيا، عندي الاحترام كامل لهم. اليوم ان شاء الله اخوتي المغاربة غادي نتكلموا اش الله حلل واش الله حرم في الديانة اليهودية، اش ناكلو واش ما ناكلوش. بحال اللي قلنا دائما كاين خلاف كبير بين الديانات، انه احنا الحمد لله كنقراو كلهم الديانات، كنعرفوا واش مكتوب في كلهم الديانات، وعندنا لي بروفيسور اللي هما كيعرفوا الديانات كلهم. اولا كاينه واحد الحاجه اللي كتسمى الشحيطه، تيبغي يقول الذبيحه. في الديانه اليهوديه ماشي كل واحد يذبح، انه كاينين خمسه ديال الحوايج اللي هذاك اللي كيذبح تيخصو يعرفهم بريفكت، من واحد حتى المية تيخصو يعرفهم. هاد الخمسه ديال الحوايج الا ما كيعرفهم ما يقدرش يذبح، انه في الساعه اللي بنادم ما كيعرف يذبح كيقدر ينبل هذيك البهيمه ولا ينبل ديك الدجاجه، وفي ديك الساعات ملي كينبلها كتولي جيفه. هاد الخمسه ديال الحوايج كيقولهم بالعبريه شهيه دراسه حلاده هجرمه فيكور، بين كل واحد يهودي اللي كيذبح بزمنو يعرف هاد التين ديال هاد الحوايج هادو. تيبغي يقول شهية، ما عادوش نقولوا الدروا ملي يذبح يحصر ويعاود يكمل في الذبيحه، دراسه ما عندوش الدروا نقولوا يشد السكين وي يعفسها على البهيمه، كل ما هي حاجه تخصو يتعلم. تيبغي يقول بانه هو كيتعلم عنا بين 6 شهور العام. كاينه واحد القمره، واحد الحديث اللي هو كيتسمى قمره حولين. هاد القمره ديال حولين جو بونس هي اللي كيقراو فيها هادشي ديال الذبيحه. تبغي يقول عند اليهود بزمنو الحزان يعرف اش كيدير في الذبيحه، انه الله يحفظ اذا كاين بلها كتولي جيفه، ولا كتاكل من ديك الشيفه الله يحفظ هكذا مكتوب. بينا لوطي شقيتسو اتنفشو تخي، هادي في واحد الايه اللي سيد ربي كيهضر على هاد الحاجه، هادي كيهضر على الشقاتسي. اش هما الشقاتسي؟ تيبغي يقول ملي سيد ربي عطى التوراة قال لنا سيمانيم اكزاكتومون لي سيني، كيفاش حنا نعرفوا واش هاد البهيمه هادي ناكلوها ولا ما ناكلوهاش. قال لنا باش تاكلوا هاد البهيمه تيخصو يكون عندها جوج ديال الحوايج، مفرسه بارسا مع لا دكيره. تيبغي يقول تيخصو يكون عندها جوج ديال الحوايج، كيخصها يتاكل كتخرج الماكله وكتمدغها بحال البقره، بحال بزاف ديال الحوايج، وتيخصو يكون عندها لي صابون فوندو الرجل ديالها مفروق، ماشي مفروق على ثلاثة ولا أربعة، مفروق على جوج بحال البقرة. إلا عندها غير واحد منهم سيدي ربي حرم علينا ناكلو. هذا ما نقولو جمل عنده وحدة، الخنزير عنده وحدة، ماشي باش حنا الجمل حرام علينا في الديانة، إنه هادشي سيدي ربي قالو في التوراة، حنا ماكنش نخلفو داكشي اللي قال سيدي ربي. بحال اللي كنقول حنا غير كنفسو الديانة اليهودية، حنا ما جينا في شي واحد، حنا كنحترمو أي واحد. سيدي ربي قال لنا واش غادي ناكلو في هاد الحوايج اللي هما في البحر؟ اش ناكلو؟ تيخصو يكون عندو جوج الحوايج، تيخصو يكون هادوك اللي كيعوم بهم، الجناح اللي كيعوم بهم،
وتيخصو يكون عنده القشرة، إلا عنده غير وحدة منهم حرام. ولا هاد الحاجة سيد ربي قال في التوراة بينا لوطي شقيت سوء اتنافشو تيخيم فينيت ميتين بام. احنا عندنا في الديانة كي قلنا بينا في الحاجة ديال الماكلة حضيو راسكم يا بنو إسرائيل باش ما تخسروش الروح ديالكم، إنه في الساعة اللي بنادم كي يأكل شي حاجة هذاك الشيء كيولي منه، كيولي من الجسم ديالو. علاش تربي بحال دابا نقولوا حرم علينا كلهم الحوايج اللي هما بحال نقولوا السبع بحال نقولوا الحنش، انه ملي بنادم كياكل دوك الحوايج الله يحفظ كيولي بحالهم، كيولي حنش بحال الحنش. شوف نقولوا اش كيدير السبع كيتحضى حتى كيشوف شي غزاله كيجي وكيشدها، ملي كيشدها باش ما هي مسكينه كتبغي تخرج راسها منه باش ما هو كيولي اخزر كلابا، كيولي القلب ديالو كيولي الله يحفظ ما مزيانش، كيقتلها بواحد الطريقه اللي هي ما مزياناش. شي باش سيد ربي قال لينا في التوراه حضيو راسكم الا تاكلوا شي حاجه اللي هي ماشي كشير حلال دابخي لا ريليجيون جويف دابخي ديانا ديالنا كتخسروا الروح ديالكم. وملي كتخسروا الروح ديالكم مكتوب تما فينيت ميتين بام، ماشي فينيت ميتين بام التقرا فينيت ميتين مي لا فينيت تام تيم بام. كاين شي حوايج اللي هما في البهيمه اللي كيجيبوا الله يحفظ بنادم العقل ديالو كيف كيشوف الحوايج كيقدر الله يحفظ يكفر في سيدي ربي الله يحفظ الا ما كياكل الحوايج اللي هما كشر. فهادشي ديال العفوت فهادشي ديال الدجاج اللي كناكلو حنا كناكلو كل ما هي حاجه اللي مخصة بزاف ديال العقل باش تشد الماكله ديالها. اللي بغي يقول الدجاج اش كياكل؟ كياكل غير الزرع، كياكل ما خصوش بزاف ديال العقل باش يمشي يدير كل ما هي حاجه باش يشد الماكله ديالو، ولكن النسر كيدير بزاف ديال العقليات باش يشد الماكله ديالو. قام كاين هو دوريس وتيجي على البهيمه وكي يطحنها عاد كياكلها. هذوك الحوايج كلهم سيدي ربي حرمهم علينا. اش حلال علينا؟ هو بيبي الحمام الدجاج الفروج الكنار هادو كلهم حلال على الديانه اليهوديه، ولكن كلهم دوك الحيش اللي الجسم ديالهم كياكل غير اللحم هذاك الشيء سيد ربي حرمو علينا. هذا غروسو مودو داك الشيء اللي سيد ربي حلل وحرم على الديانه اليهوديه. هادشي مكتوب في الكتب 3000 عام بس سيد ربي حرم هاد الحوايج كلهم على بنو اسرائيل. ما يقدروش نقولوا التوراه نقولوا تعطات 3000 عام، ما يقدروش يقولوا مورا 1600 عام ولا 1700 عام ولا 2000 عام بان غادي نجيو حنا ونقولوا داكشي اللي حرم سيد ربي على اليهود اليوم حلال على اليهود. لا يمكن، سي با بوسيبل. كاين بزاف ديال الحوايج اللي بعدم تيخصو كنعرف واحد العالم كبير تيقولوا ربي شيمون، هذا عالم كبير ديال اليهود ملي كان تيذبح بعض الخطات كيكون عنده الشك واش ذبح مزيان ولا ما ذبح مزيان. اش كيدير المسكين؟ كان تيقولوا شحال شريتي هاد الدجاجه؟ كيقولوا 20 شيكل، نقولوا 50 درهم، كيقولوا نخلصها لك لوحه ما تاكلهاش. انه فهادشي ديال الذبيحه اليهود تخي 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 ستريكت. من غير هادشي كاين واحد الحاجة عاوتاني السيد ربي قال لينا نديروها، هو دو كاشيغيزي لا فيوند. علاقة السيد ربي قال حرم علينا ناكلو الدم، لو تخلو ات الدم كي الدم هو النافش. تبغي يقول هاولو حنا مي كندبحوها
كاين بزاف ديال الحوايج ديال الدين، بعض الوقت كيذبحها، ولكن نقول شي مسمار في الريه ولا شي حاجه، داكشي الخدمه ديال العليم كيعرف اش كيدير داكشي. ولكن كروسو مودو انا وصلت ربي قال لك حرام ناكلو الدب. تيبغي يقول ملي كتذبح واحد البهيمه وكيكون فيها نقولوا كتشد داك البصر ديالها، داك اللحم ديالها، الا كتشويه كيخرج منه الدم، هذاك حلال لينا، الا شويناها حلال علينا، حلال علينا. ولكن الا نقولوا حنا بغينا نطبخوها كنديروها نص ساعه في الماء كيحيد من هذاك الدم، كنخرجوها من الماء وكنديروا فيها ساعه الملح، الملح كيخرج منها كل داك الدم اللي فيها، عاد كان اون بو لا مونجي، كنقدروا ناكلوها. زيد حاجه لقينا سيدي ربي لوتي فاشي الكيدي بحليف ايمو، هو واحد الحاجه اللي سيدي ربي حرم علينا، اللي هو ما قدوش ناكلو اللحم والفرماج في دقه واحده. تيبغي يقول انا بغيت ندير واحد لو بلا، بغيت ناكل مع راسي، ما قدش نقولو ندير اللحم ولا نشد حدا ما نقولو ندير واحد البيتزا، ما قدش ندير ديك البيتزا وندير فيها الفرماج ونزيد عليها اللحم. هذه السيد ربي حرمها علينا، هذه مكتوبه ثلاثه المرات لوطي فاشيل كيدي بحليف ايمو. تيبغي يقول بان حرام علينا بصل بحالا باش نخلطو اللحم والحليب، داكشي باش في كلهم لي كويزين ديال اليهود كاين جوج ديال الشجر، كاين واحد البلاصه كيديروا فيها كيف كيقولها بالعربيه، كاين واحد البلاصه كيديروا فيها اللحم، واحد البلاصه كيديروا فيها لولي. دابا الى بعدا نقولوا الى بي جولي، بعدا ما نقولوا شرب الحليب، مورا ربع ساعه يقدر يغسل فمو وياكل دجاج ولا ياكل لحم. ولكن الى ياكل لحم تخصو يتسنى 6 سوايع باش ياكل باش يشرب الحليب. هادي ان وصيت ربي وصانا على ديك الحاجه. كاينه واحد الحاجه اللي سيدي ربي حرمها علينا اللي هو الشحمه، كاين جوج ديال الشحمه، كاينه واحد الشحمه اللي هي حلال على اليهود، كاينه واحد الشحمه اللي هي حرام على اليهود. تيبغي يقول اخوتي المغاربه كاين خلاف كبير بين الديانات، بحال اللي قلت اخوتنا المغاربه احنا كنحترموا اي واحد في الدنيا، يكون صاني يكون يهودي يكون مسلم اللي بغى يكون، وهذه هي لا بوتي ديال المغرب، هاد الزين ديال المغرب اللي هما لكم دينكم ولي دين. كل واحد شي يقول في الدين ديالو، المسلمين كيقولوا احنا هما المخيرين في الدنيا، كيقولوا داكشي اللي كيقولوا، النصارى كيقولوا لا احنا هما المخيرين في الدنيا، اليهود كيقولوا لا حنا هما المخيرين في الدنيا. ولكن لو بلوز امبورطون هو واحد يتعلم يعيش مع الاخر، واخا نقولوا هذاك كيخمم ماشي بحالو، يحترم داكشي اللي كيدير الاخر، ويحترم كيفاش الاخر كي يتفكر. وهذا المغرب، وهذا المسلمين المغرب، واحتراماتي لكم، وطلب السيد ربي يعطيكم الصحة والسلامة، وكملوا في هذا الطريق هذه، وإن شاء الله السيد ربي يحيد هذا الوباء على الإنسانية كلها في العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هادشي شوية من الديانة اليهودية، احتراماتي لكم. غون رابان أبراهام.